هلا والله يا جماعة الخير، واليوم عندنا مقطع مختلف جدا عن باقي المقاطع. طبعا يا جماعة اللي ما يدري، أنا من أكبر فانزات تحدي الثلاثين، هو تحدي الثلاثين لمساعد الفوزان. حرفيا يا جماعة والله إني متابع كل الفيديوهات، 168 فيديو، حافظ عدد الفيديوهات بعد، كان اسمه أول قدم الكرة. اليوم بنجرب نخوض التجربة هذه، ولكن خلينا نقول على مستوى أصغر، ولكن في حاجات مختلفة، يعني شوي كذا مختلفة بشكل بسيط شوي. طبعا عندنا فقرتين في المقطع هذا، فقرة مزاد وفقرة تخمين اللاعب. عندنا 9 أسئلة ب9 أسئلة، ولكن خلوني أعلمكم، ما في نقاط ولا في جوائز ولا في شيء، في جلد بالحزام. طبعا يا جماعة خليني أشرح لكم بالمزاد، بحكم أنه إحنا ثلاثة، هذا أول تغيير، يعني مو زي تحدي 30 اثنين، لا بيكون في ثلاثة. مثلا نبدأ، بسم الله، سؤالي أنا، اذكر أي شيء. حلو، أنا ببدأ بعدد 7، الثاني 8، 9، إلين أعلى مزايدة هو اللي بياخذ السؤال. لو أنا أخذت السؤال وجبت فعلا العدد وفزت فيه، فزت بالسؤال بشكل عام، بجلد الاثنين المنافسين اللي معاي، بجلدهم بالحزام جلدة بجلدة. ولكن لو خسرت باخذ من كل واحد فيهم جلدة، بنجلد جلدتين، والشيء هذا ينطبق على فقرة المزاد وفقرة تخمين اللاعب. طبعا طلال يا جماعة بيخيرنا بين 15 رقم بكل فقرة، يعني عندك من 1 ل 15، واختار. في تقريبا 6 أسئلة ما حتدخل معنا ابدا طول الفيديو، ما ادري وش الهدف منها يا طلال، بس يلا مشي الليلة ويلا نبدأ يا جماعة. الفيديو بيكون جدا عنيف. بسم الله يا جماعة، اختار رقم ولا تعطيني على طول سؤال طلال؟ ما اختار 7 زي المقطع الماضي، تخسي. 2، اذكر اسماء لاعبين لاتينيين لعبوا لبرشلونة او ريال مدريد. اذكر لاعبين لاتينيين لعبوا يعني برازيلي اورجواياني صح، بس مكسيكي لا، مكسيكي الا مكسيكي برضه، ارجنتيني، برازيلي ارجنتيني. انت تقعد تغشش وليش؟ لا لا جالس اسال، جالس افهم سؤال، ما في جالس هو يجاوب حبيبي، جالس افهم وش لاتيني، ما لنا شغل تفهم ليش في السؤال، تفهم ليه ما فيه من اول، والله انجلد مالي شغل. اسمع اتذكر يا كابتن، اقول لك تعال اصبر، صلي على الهرجه والله. خلاص يلا بسم الله، انا ببدا ب7، روح. 8 6. كيف 6 مزايدة مو مناقصة؟ والله 8 12. ها في احد اروح؟ بسم الله، 1 2 3. ميسي، نيمار، سواريز، فينسيوس، رودريجو، نيتو الحارس البرازيلي، داني ألفيش، الو ارثر، أرثر وسط برشلونة، قد لعب معهم، لا أرثر برازيلي. يا عيال لخبطوني، كوتينو، ألف لعب في مدريد، يا عيال والله لخبطوني، خلاص راحت مني، باقي 3 لاعبين راحت مني، والله راحت مني، والله انها سهلة. دقيقة، طب عادي ما نقدر نلخبط، ترى انا بالان قاعد اسال اسئلة غبية عشان لا والله، لا 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 يا عيال بدون لا تلخبطوني، بس خلاص يلا بسم الله، والله اني كنت واثق من نفسي. بس باليمين، باليمين 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 ايش حبيبي؟ لا عشان تكون كذا في زاوية، يعني بالله حضرة في زي كذا. لا ليه 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 تقوم؟ ابا اديك واحدة، ترى اول سؤال لسه عمق. والله نهجت، والله نهجت، خلاص اللي بعده حبيبي عندي جلد. انت حكم جلدتني، ايش اسوي لك اذا انت احول؟ انا ابغى اجلدك. لا هذه من اختياري، انا اختار اي مكان، الجزء اللي ينجلد في جسمي اختياري. خلونا نتفق، اذا الضربه خفيفه حتنعاد، ما في اضبط. لا حبيبي ما لك دخل، يمكن حكم، انظر الحكم. تمزح والله؟ والله دبلت دبلت، ايش والله تمزح؟ لا لا دبلت، حرام عليك، ما غصتني. اقول لك اهدى، جرب جرب جرب، تست تست. شوف معاذ اختار رقم عندك من 1 ل 15 15. شوف اخر سؤال، تمام، من اخر سؤال حطه سهل ترى. اذكر اندية حققت دوري ابطال اوروبا عبر التاريخ. اوكي 5 10 10 10 اندية حققت دوري ابطال اوروبا زي مدريد برشلونة. خلي هو سهل بس الوقت حيقدر. 11 11. يوسف انت 11. ها معاذ تزيد ولا لا؟ 12 13. ها يوسف تزيد ولا لا؟ 14. قولي ها معاذ روح 14. يوسف ما حيقدر، شوف يوسف ما تقدر. 14. شغل شغل التايمر يلا. اصبر اصبر لسه لسه ما قلت له يروح. 15 15. اروح ولا لا؟ اروح. طيب يلا بسم الله، ابا اردها يا عيال، اذا فزت بجلدكم انتوا الاثنين. اجلدني حتى. طيب يلا بسم الله. لا حد يشوشني، لا حد يشوشني، لحظه يلا خلاص خلاص خلاص. 15 صح. برشلونه، ريال مدريد، بايرن ميونخ، انتر ميلان، اي سي ميلان، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، اياكس، النجم الاحمر،
ابحثوا تحصلها. النجم الأحمر 11. بورتو. إيش باقي إيش باقي إيش باقي؟ تكفى يا رب. خمسة ثواني. مين باقي؟ بروسيا دورتموند. 13. يلعن ام القهر. وين النجم الاحمر هذا مين؟ لا والله ابحث والله والله ابحث. والله النجم الاحمر عالي فراس. دقيقه ما ذكر ليفربول. ليفربول. يلعن ابو القهر. والله مني ما حسبتها براسي، احسب فيه كثير. الا يا اخي حقين زايد بزياده، ترى هو الاسئله سهله بس مثلا جيم جيو 15 ما حنقدر نخلصها في 30 ثانيه. طيب لا تقول الوقت مثلا باقي 5 ثواني، خلاص فجاه قول خلاص خلص الوقت. ايوه اي خلاص غير الموقع، فخذوا راسه اي مكان. لا لا روح على يدي. عيدها خسي حبيبي. يلا اللي بعده معاذ. روح ما طلع لها صوت حتى. يلا يا عيال والله يدي نملت اقسم بالله العظيم. روح السؤال اللي بعده ما عاد اجاوب. ما عاد اجاوب يا اخي. يا اخي ترى زايد يعني ترى الضربه واضح انها بشويش صح. والله قويه والله قويه اقسم بالله. يوسف اختار رقم. يوسف اختار رقم 11. مدربين سبق وان دربوا في الدوريات الثلاثه الكبرى. الدوريات الثلاثه الكبرى يعني اسباني ايطالي انجليزي. يلا ابدا المزايده. والله صعب سهل. يلا ستة. ستة سبعة ثمانية. ها يوسف تسعة. يا أخي خايف أقول عشرة ما أعرف. عشرة تقول لي روح. 11. أنا روح. ما روح روح. أوكي دقيقة. إذا جبت السؤال تجلد يوسف. أوف حتى أنت تنجلد. كله لا أنا مالي دخل. أي هو قال. لا أنا مالي دخل. جاوبنا كله ينجلد. سؤال يوسف يوسف ينجلد. إذا أنا تجلدوني أنت الاثنين. حكمنا الدولي. واحد اثنين ثلاثة. أنشيلوتي. بيب. مورينيو. ساري. سيميوني. علق مخي علق مخي يا عيال. مدربين مدربين خلاص. راحت علي. راحت تستسلم. علقت علقت والله نسيت. عندك يورجن كلوب. كلوب والله. خلاص تعال خلاص طلع. انت قلت ما حد يتكلم. قاعد يتكلم خلاص. هو قال استسلم. هو استسلم. هو استسلم. بسم الله معاذ. قبل لا نبدا قبل هذا حافظهم كلهم. جمع صح. مجمعهم. راحوا ليش؟ والله صعب صعب يا جماعه اقسم بالله انه التحدي صعب. تحت الضغط تحت الضغط تحت الضغط وضغط الحزام. بسم الله معاذ. ليش مخلي كذا؟ اسمع والله حاجه ترى اي واضح والله. طيب طيب والله يا ابن شلخل الحين. هذا الجلد اللي نبي حقت لانه والله جالسين يضربوني ضربات تحسبوها خفيفه بس تعود حق عيال. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي اوكي بديت. راح جاء دوري والله يدي حمرت. شوف صبري اختار رقم. واحد. اذكر لاعبين فازوا بالكرة الذهبية. طيب انا ببدا بخمسة مو تكرر. انا بقول ستة لاعب. روح يا يوسف. سبعة. عشرة. انا اقول عشرة. اقدر اجيب عشرة. اقدر اجيب عشرة بالراحة. روح خلاص. اروح يوسف. روح عشرة روح. يلا بسم الله. جاهز صبري. يلا 3 2 1 go. ميسي رونالدو بنزيما لوكا مودريتش ندفيد زيدان الظاهرة ليفيا شين جورج ويا مايكل أوين. خلاص جبت عشرة تعال. بسم الله. وربي لا أرد حقي. روح روح وربي حقي دعيال. والله لا أرد حقي. والله زين. أنا لازم لازم أبوي حاقد والله مرة. أوه هذا إيش فيه؟ أي طلال اسمع شوف أخوك ها وربي كل الجلد اللي أكلته ما أخذ. والله إحنا متسهلين بالبداية كنا قعنا خليه والله لا يجي دورك. ها روح دور معاه. والله انا خالد طلع له خط جديد. من فين يا ابوي؟ هو خالد طلع احمر يا ابوي بحياتي ما احب. معاذ اختار رقم. تسعة. لاعبين سبق ان حققوا اليورو. ترى اسمع اسمع ترى سهل والله مو صعب. مره سهل صحيح؟ مره سهل. انا اقدر اقول لكم انه منتخب 10 لعيبه. يعني هو اذا انت حافظ منتخب البرتغال ومنتخب فرنسا فانت امورك زي الفل. ابدا المزايد. انا بقول 10. 10؟ اوف بدا ب 10. ها تبي تزيد؟ اي تبي تزيد؟ إيه. كم تبي تقول؟ 12. انا اقول روح. يا عيال امزح يا عيال. 12 والله قلت 12 والله ما ترجع. ولا يا عيال امزح. يروح صح؟ خلاص ما في الا هو يروح. مين؟
12 لاعب. لا يمكن هو زيد يا شيخ زيد. يلا جاهز؟ لا ما يجاهل والله يسهل. يورو عندك الدون. الشباب 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 اللي حول الدون يكفوا يوفوا. يلا 3-2-1 جو. مين في ريال مدريد ولا فين؟ اليورو بطولة أمم أوروبا حق المنتخبات حق أوروبا. أحد بدل ما أنت يا عيال هو حاسب دوري أبطال أوروبا. أنا أنسحب. أوكي بسم الله. خفيفة خفيفة والله خفيفة. جيب والله ما أدري أنا خفيفة. عن جلد عنك. يا سلام والله عشان ما جاوب يا اخوان هذول ناس طيبين عشان ما جاوب لكن هذا هنا انا بحقد هنا انا يا عيال اختار رقم يوسف طيب 6 6 هذا صعب اذكر اسماء ملاعب في الدوري الانجليزي اها نبدا من واحد ان شاء الله كم بتبت زايد واحد خلي يقول واحد نقول له يلا بسم الله ابدا كم تبغى تحط رقم 3 4 5 يوسف 5 روح انا 6 ها معاذ تبي تزيد ولا لا انا اقول 6 اقدر اقول 6 يلا ما عندك طول الوقت 3-2-1 نبدا 7 ايه. طب يلا روح معاذ روح معاذ ايوه سهل ان شاء الله تجيب 7 يمدي والله سهل والله يستر شكلي بنجل الجلده انا 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 غبي اللي اعطيته يا جماعه ابدا ستامبرد بريدج لا غلط اسم ليه ستانفورد بريدج ستانفورد بريدج مالك شغل شكي. حكم لندن ويمبلي الاتحاد قول معي قول معي قول معي شو اسمه يا اخي نسيت اسمه عادي اروح البيت خلاص انت روح خلص الوقت اولا لندن غلط ستانفورد بريدج ما في استاد لندن حق ارسنال حق ارسنال اسمه استاد الامارات انا بعطيك 7 عشان اوريك انك تنجل الجلده باستحقاق عندك ستانفورد بريدج وايت هارت لين انفيلد الانفيلد انا والله يا عيال انه في مخي تعال هذا معلومات وكل الكينج باور حنتورط معاه كثير والله الاتحاد الامارات مين عندك كمان ملعب مانشستر يونايتد وش اسمه نسيته ايوه حق مانشستر يا اخي الله يعينك والله مشكله والله افتح افتح يدك معنا افتح يدك هو يبي يطلعها الحرة فيك لا لا تمام يا جماعة هذول الاثنين اتفقوا مع بعض الجلدة إعادة لا لا عودة علاقات عادي عيد 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 عادي 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 صورة هنري اللي انت وش اخترت رقم؟ بختار اللي قبله 6 انا بختار 5 والله اذكر مدربين حققوا دوري ابطال اوروبا مرتين على الاقل احا والله مرة صعب مرتين على الاقل مين عندك؟ لحظة خلني افكر لا تفكر ما في وقت ما في وقت الوقت الوقت طيب فكر يا حكم ما يفكر يا حكم طب ابدا بواحد حكم ما يفكر ابدا بواحد بسم الله ثلاثة ثلاثة وش ثلاثة؟ ترى حققوا مرتين على الاقل العب ورا بعض لا لا مو ورا بعض مرتين في مسيرة اكسب ثلاثه هو قال ثلاثه انت كم يوسف المقطع ذا فاقد روح انا اقول لحظه خلني افكر 4 اوف شكله 5 انت قلت 4 5 6 شوف الحيوان 6 اقدر اجيب 6 اذا انت رجال قول 7 والله لا اعطيك والله قول 7 وحاعطيك والله قول 7 وحاعطيك ها معاذ 7 ولا لا هل تخاطر خلاص روح اروح روح طيب بسم الله يا رب انجلد 3-2-1 جو زيدان انشيلوتي مورينيو لويس انريكي بيب جوارديولا سير اليكس الفريكسون خلاص جبت 6 انريكي مره واحده لا لويس انريكي جابها مرتين لويس انريكي جابها مره واحده فقط مع برشلونه هات 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 بقوه تكفى بقوه تكفى برد خاطري الله يستر بس لا تجلد هنا تكفى هنا اجلد على الكف لا تحرك يدك ها لعنه طلال ليش جليت يا طلال جت على اصبعي اقوى يوسف جليت والله لا والله ضعيفه 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 ايش تبغاني يودوني المستشفى يا معاذ لا 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 حبيبي ايش في بالحديده عادي حقي صح لا 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 يا عيال هذه كانت فرصه يا عيال والله ايش اللي بالحديده عشان المستشفيات مقفله ذا الوقت فبجدد يا جماعه يا سلام معاذ اختار رقم 7 اذكر اسماء حراس حاليين في الدوريات الخمسه الكبرى انزل لي تعال اسمع انت جيب تعال
تعال تعال في ملعب ونخ... يلا بسم الله. لو احنا اخترنا 10 يلا بسم الله. انا قلت 15 16 حراس. انا ايش عرفني؟ انا بس اسجل عليهم بس. تجيب 16 حارس؟ جواد اجيب لك 30 17 روح. انا قاعد اقول 15 روح روح. ابوي 10 ماني جايب، 10 حراس ماني جايب. ها تبي تزيد؟ لا ما ازيد والله. يلا روح البس. 3 2 1 جو. كورتوا، كيبا، مندي، نوير. حرام والله. بعدين سومار. اوكي. دوناروما. اوكي. دهلو. ايش ايش بعدين مندي بالاهلي. ادري ادري ركزت بعدين استوعبت. تعال حطلي حطلي يدك. تعال يا جماعه عشان فهمكم، احنا تحديث قبل 4 سنين، بعد 2020 ولا واحد فينا يتابعك. تدري تدري ما خذيت بوفون بعدين ما نطقت سكت. بوفون خلاص صار جدي، صار عنده احفاد. الله فيهمها. بسرعه 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 تفكر يفكر. شوف يا ريس. شوف يا عيال انتوا قاعدين تجدون فيني ليش؟ شوف انا حاقد على واحد بس هو ما جاء. انا عندي معلومات. والله هذه تحرك، والله ذي تحرك. طيب يا اخوان رحنا الفاصل ورجعنا، ورجعنا جلسنا على الظل لانه الشمس جالسه تزحف علينا واحنا جالسين نزحف الورا، فكل شوي بحصلونا ورا يمين يسار. خذ 14 ثق فيني. 13 ما يثق فيني. صفر ثقة يا جماعة. لاعبين سبق ولعبوا بجانب كريستيانو رونالدو. والله يا سؤال سهل. والله يا برصل لك الليلة كلها. يلا روح. أبدأ. 11 11 12 15 روح. 16 17 أوه. طيب 18 عادي سهل. روح. 18 19 19 أقدر أجيب 19 بالراحة. روح. أروح؟ أوه. طيب بسم الله. 3 2 1 جو. هيغوين، بنزيما، تشيتشاريتو، دي ماريا، جارث بيل. كذا صاروا ستة. لوكا مودريتش، كروس، كازيميرو، بيبي، فاران، سيرجيو راموس، دانييلو، كارفاخال، إيكر كاسياس، كورتوا، لينو، دياغو. دياغو حارس احتياطي الإيكر كاسياس، كارك، عندك ديخيا. ديخيا سبب لعب معه. الوقت ذكرت 19. طيب يا جماعه بعد التاكد من البار صبري. لينو ما ادري من وين انا كيسته، بس كنت اقدر اقول تاليسكا غريب ماني برا النجار. بينجلد بينجلد. انا حاقد ترى. قلت لك حيزرف واحد كذا ما حد يعرف. ايوه اسامي غريبه. هو يقول طلال معاذ. انا لو ما دققت ترى ما كان مشيناها وانجلدنا احنا. بس والله اني سويت اللي علي. قلت 18. روح. قوة تكفى. برد خاطري. آخ الله يستر. أبا أضرب وأشوك. يلعن أبوه. رديت حقي. بس والله أسمع خلاص كده إحنا اصطفينا. ها والله يا عيال كده خلاص إحنا. يلا شوف يدي تورمت. يلا شوف شوف أسمع هنا يا صبري والله يا عيب. ذكرت 18 لينو ما ادري من وين كيسته ذا. ايش لينو؟ المصور رسبا معنا طلال. بسم الله. الحين وصلنا لفقره التخمين. طلال حيحط لاعب براسه ودوري انا اني انا احاول اوصل للاعب هذا باسئلتي. صبري يا احب اجيب الصعب. لا صلي على النبي يعني. بسم الله. ايوه انا جاهز. دوريات الخمسه الكبرى. ايوه. اسباني. لا. ايطالي. لا. الماني. ايوه. بايرن ميونخ. لا. بروسيا. ايوه. مهاجم. لا. وسط. لا. حارس. لا. دفاع. ايوه. مين دفاع بروسيا؟ مين؟ لحظه لحظه خلني افتكر. قلب دفاع. لا. ظهير. ايوه. مين مين كم؟ الو ويندل. لا لا ويندل ما يلعب معهم، يلعب مع بورتو. خلاص ما اعرف ما اعرف ما اعرف. اجلدني. لاعب عربي. مين؟ بن سبعيني اسمه. ول مين ذا بن ثمانيني؟ بن سبعيني. لا طلال صعب مره. جيب لي لعيبه اسمائهم احسن. انت 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 لازم يديك شيء صعب. بيبي فاران. هذا من اصعبه يعني. في اسهل. تعجيزي هذا. روح والله يا عيال صلوا على النبي بالجلد يعني. شوف يده سودت مو بس. العن ابو. هي هي هي. انا بعطي جلدتي لطلال.
والله اخوك يبغاك بشبعه. ادري كيف بضربك بسوي كذا. لا 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 اسمع. ورب الكعبه لا اصقع يدك. انا حضرب على الرجول. لا لا ما بكيفك. لا انت عشان اخوك ها؟ تمزح. ما هي قوية؟ لا والله. يلا يا جاد. يلا. دوريات خمسة كبرى؟ يس. ايطالي؟ لا. اسباني؟ لا. فرنسي؟ لا. انجليزي؟ ايوه. سيتي؟ لا. ليفر؟ اي. مهاجم؟ اي. نونيز؟ لا. دياز؟ لا. مين في صلاح؟ اي. جايب له صلاح! يلا يلا يلا. والله جلدة دام كذا مرة خفيفة عادي اجلد. والله يلا يلا بقوة. يا الله يلا. شوف يوسف معلوماته الكروية والله ضعيف والله. طيب يلا فنبغى نعطيه نظبطه. ابدا عندي اكتر. يلا لا طيب في الدوري السعودي صح؟ ايوه اوكي. الدين اسمه النصر أيوة. صح؟ كريستيانو صح؟ لا ها لا مو كريستيانو. طيب النصر فين ايش يلعب؟ مركزه سريع. انت تقول مركزه. طيب انا مهاجم؟ لا. دفاع؟ لا. وسط؟ ايوه. مين في النصر؟ وسط سريع لعبة النصر. يبغى هم ثلاثة كلهم خلاص يلا. ما اعرف اساميهم والله. محور؟ خلاص والله ما اعرف اساميهم. والله سهل انا اعرف. شدوا علي هات الصوت يا غلام. والله حسيت اني راح شوف انا ما احرك يدي زي جله مالي شغل. هات والله بجيت بقوه على غباك خفيف. والله خفيف على غباك ذا يا عيال. والله قوي والله قوي والله على غباك ذا بجيت على غباء وهذا المفروض نفرق. يلا رمان يعني شكلك يعني شكله معاذ انت حاقد علي ولا ايش؟ والله معاذ مو قاعد يرحم. الله لا يطيحني بجد يعني. ونعم فيك يا بنت سبعيني بس اسمك جديد. بسم الله. هذه سهله وصعبه. بسم الله. دوريات خمسه كبرى؟ ايوه. اسباني؟ ايوه. ريال مدريد؟ لا. برشلونه؟ لا. اتلتيكو؟ ايوه. مدافع؟ اتلتيكو ايش؟ اتلتيكو مدريد؟ ايوه. طلال مين باتلتيكو مدريد؟ اتلتيكو بلباو. اتلتيكو بلباو؟ يمكن. اتلتيكو مدريد مهاجم؟ لا. دفاع؟ لا. وسط؟ لا. حارس؟ ايوه. او بلاك؟ ايوه. اسكو! جايب حارس ليش؟ اتلتيك بالباو حتختار لي من اتلتيك بالباو؟ يمكن. لو اخترت لي من اتلتيك بالباو انا حطلع برا الملعب. ليش صبري في الحارس طيب انت. لو اسالك السؤال هذا ما تجاوب. ايوه اكيد. انه هو يعرف. احنا ما خفيف والله. والله اني طيب. يا عيال اجلدوه ذا يعطيك الوجه البريء. يلا. يلا بسم الله ابدا؟ ابدا. الدوريات الخمسة؟ ايوه. ايطالي؟ لا. انجليزي؟ لا. اسباني؟ ايوه. فرنسي؟ اسباني؟ اسباني. ريال؟ برشا؟ ايوه. جناح؟ قدام؟ هجوم؟ ايوه. والله لا. لامين؟ لا. مين؟ ليفاندسكي؟ لا. الثاني يسار البرازيلي، البرازيلي رافينيا. البرازيلي رافينيا. لا 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 تكفى يا امو حد تكفى. لا والله سحبت. والله لا معاد والله لا صبري من نوع اذا مثل ينقفط لذلك عيد. والله ما سلكت عليهم يا جماعه. معاك ممتازة ممتازة. اقول لك اهدى. يلا يلا نجرب عليك يوسف. نجرب عليك يا شيخ. هذا اللي ما يجري والله صح. وداخل معانا ليش؟ حط التايمر. لحظة لحظة لحظة. يلا هل عندك كبرى؟ لا. طيب الدوري السعودي صح؟ ايوه. اتحاد؟ لا. النصر؟ لا. الهلال؟ لا. الشباب؟ لا. مين؟ ايش اجيب له دحين؟ اتفاق. الاتفاق؟ ما انا اجيب اتفاق مين اجيب؟ يا ابوي انت ايش انت؟ مين هلال نصر اتحاد شباب مين باقي؟ قدسي. الاهلي؟ ايوه. مين دين اسمه؟ محرز؟ ايوه. صح والله جابه. خلص تايمر ولا لا اخر ثلاث ثواني صدق اخر جابة. ثلاث ثواني جابه صدق كان يطلع صوت عيال الاهلي توب 6 في الدوري السعودي. صح الاهلي نسيناه والله. مو الاهلي ببيلو ولا انا ولا جنبالي الاهلي. اجلده هو حالي. والله شوف انا حاس انه التايمر خلص بالصبري. لا والله والله ما خلص. لا والله والله شلته اخر ثلاث ثواني. طلال والله كفو مالي شغل. صلي على النبي. ليه التايمر خلص يبغى تجلدني يعني قصدك صح؟ النظام النظام نظام. معاهم مالي شغل. تعال انت تقول تايم خلص يعني جبنا كاسه. اقسم بالله معاذ لا خلاص كتمت انكتمت بطش بطش. اكتشفت معاذ افضل واحد في هذه الفرقه. يلا واحد دوريات أيوه. خمسه الكبرى فرنسي ايوه فرنسي أيوه. باريس ايوه وسط لا مهاجم لا مدافع ايوه كيمبيمبي لا سيرخيو راموس لا
مين اخترت طلال؟ والله سهل. والله سهل انا عارف مين مدافع باريس. تياغو سيلفا؟ لا الثاني البرازيلي الثاني. حتى البرازيلي غلط صح؟ ما هو برازيلي. ما هو برازيلي. واحد اثنين ثلاثة حكيمي. سهل سهل والله سهل حكيمي والله. قال لي كمان قال لي قدك والله على غباء ذا صراحة والله سهلة سهل جلدة قوية والله معاذ كلمة دقيقة صبري والله اني عرفته انا قاعد اقول صبري والله يجيبها ما عليكم والله سهلة والله سهل هو المدافع الابرز يعني يلعن جت معاه قوم والله وقف وقف فقر لا 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 وقف تصوير خلاص وقف تصوير ابدا تايمر ايش عندك ابدا تايمر دوريات الخمسه الكبرى ايوه اسباني لا انجليزي لا ايطالي لا فرنسي لا ايش باقي فرنسي ايش انت تعرف خليني واجي اسباني ايطالي انجليزي فرنسي لا ولا واحد اي طيب جيب في يمكن في سعودي في هي خمس انت قلت اربع فرنسي ايطالي انجليزي اسباني الماني الماني البايرن قد هجوم لا دفاع لا وسط الا هجوم صح هجوم عيال اخذ الوقت مني مين فيه اعطيني ثانيتين لا اخذ الوقت مني والله حرام مولر مولر لا الصغير ذاك نسيت اسمه صح شوفو موتين جنابري الصغير جنابري ساني سهل. ساني جنابري والله سهل سهل فك يدك ابغى اروح المحاضره انت اللي ضيع وقتك الدوريات يا جماعه اي خلينا اوخر انا خلينا اوخر هذا مره زعلان لا يضرب لي معاك شخمطوني والله فكرة هذه الجلد لو يضيفها مساعد لا تصلي على النبي الرجال طيب ترى شوف العيسى والله مو طيب يسوي بريء والله يا يوسف حظك سيء يعني ما باقي الا الصعب لا لا والله لا والله والله ما حجاوب استسلم والله استسلم والله استسلم خلاص روح يلا عندي كبرى ليفربول لا ارسنال لا طب حدد دوري عشان دوري نحدد طيب يا دوري انجليزي لا اسباني لا الماني لا دائما تختار اللي فرنسي دوري فرنسي؟ لا يهو ايطالي خلاص ما في غيره ايطالي ما دوري ايطالي طيب والله ما اعرف ولا احد في ايطالي طيب يوفي ايش اليوفي؟ لا الانتر؟ لا ميلان ليش كذا ما في خوف والله طيب ايش يلعب وسط؟ بن ناصر؟ بن ناصر؟ جاوب صح؟ جاوب لا مو بن ناصر مين مين ايطالي والله ما اعرف احد موسى 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 ايش؟ موسى ايش؟ تعال موسى ايش؟ ايه يا عيال والله كان قلت وربي ما اعرف احد في الايطالي كان رميت اي شيء حتى موسى ما نعرف السلام عليكم تعال 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 اخر جيم اخر لاست ون على الخفيف والله ختاميه مو جميله ابدا تعال تعال انت شوف اللي كيف ماسك يا عيال ماسك هذا ما ادري كيف يمه اتوقع هذا اكثر مقطع صار في شخصنا في العالم والله بس اخر واحد على يوسف موسى ولا انت انت اعطيتك واحد موسى في الايطالي قلت اذا بيجيب اسم عربي بن ناصر كذا وصلنا لنهايه مقطعنا لازم تعطونا لايك تشتركوا في القناه تفعلوا جرس التنبيهات ونشوفكم على خير والله العظيم فوق كميه شخصنا